ماشي. طب عمون هنروح لزميلنا كريم احمد ولقاء مع الكابتن سامي ومصاب من ملعب المباراه. كابتن ايمن شوقي، كل التحيه ليك ولكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. اكيد فوز مهم جدا على فريق المقاولين العرب، لكن هي طبعا الاصابات هو ده الامر اكيد اللي بيزعج الجهاز الفني وجمهور النادي الاهلي، لكن اكيد مع الكابتن سامي مصاب مدرب فريق النادي الاهلي نتكلم على المباراه. مبروك يا كابتن سامي، النهارده فرقه المقاولين فرقه جيده جدا، ويمكن كابتن عماد النحاس عامل معاها فترة كبيرة جدا وفترة مميزة جدا. جيم كان مفتوح، دخلنا بكل قوة في المباراة بشكل عام، بس هي الخسارة النهارده الشناوي، لكن مبروك النهارده الفوز، أداء ونتيجة الحمد لله رب العالمين. طبعا تحياتي كابتن أيمن وكابتن يوسف وكابتن عادل وكابتن هاني، كابتن علامة هوب، كابتن علامة هوب. طبعا زي ما أنت قلت مباراة صعبة جدا، بتلعب خصم مدرب ما شاء الله يعني محافظ لعيبة كويس، عنده حلول كويسة، عنده سرعات كويسة، بيلعب على حاجات معينة بيشتغل عليها، بيعمل كونتر أتاك كويس، ويمكن ده اللي الراجل حذر منه في الماتش يعني. لكن اعتقد ان احنا عملنا مباراه جيده الشوط الاولاني، خصوصا عندنا شكل الفرقه وشكل الاداء اختلف. بقينا نبدا الحمد لله عندنا استحواذ كويس، بنقدر نطلع بكره كويس، عندنا فرص كويسه، عندنا لعيبه رجعت تاني تاخد حريتها في اللعب، لكن اعتقد ان الاصابات اثرت علينا بشكل يعني. لكن نتمنى ان شاء الله يعني الفتره الجايه ان شاء الله اللعيبه تستوعب فكره الراجل اكتر، الراجل اشتغل يومين بس يعني. اعتقد ان دي بدايه مبشره، كنا محتاجين ان الفوز ده اكتر عشان الراجل ياخد ثقه اكتر، ياخد دعم اكتر لافريقيا. انت بالظبط حوالي 13 يوم او 14 يوم بالظبط يعني، وتلعب مباراه مصريه ان شاء الله بالنسبه لنا، فكنا محتاجين المكسب دوت، محتاجين اللعيبه تاخد ثقه، ترجع تلعب تاني باسلوب وستايل لعب النادي الاهلي. فاعتقد الحمد لله نتيجه مرضيه لنا، وان شاء الله اللي جاي افضل لنا ان شاء الله. رغم الظروف اللي عندنا، يمكن محمود وحيد مش متواجد ومعالي معلول مش متواجد وخط الظهر يمكن في ازمه، لكن اللعيبه النهارده ادت بشكل كبير جدا، ودي رساله للمستر موسيماني، لان مع الفول تيم الامر هيكون مختلف بشكل كبير. الراجل النهارده يمكن اول مباراه ليه، واضح برده ان في جو فاضح في النفسي، وفضح اتكلم مع اللعيبه ومحاضراته كانت مطوله كمان يا كابتن سامي. يعني حطنا في الاجواء وقول لنا الراجل اتعامل ازاي 48 ساعه تحديدا مع فريق النادي الاهلي. زي ما انت قلت، هو الراجل العامل النفسي مهم جدا خصوصا في الفتره ديت يعني. الراجل اتكلم كلام كبير جدا عن النادي الاهلي وكيان النادي الاهلي وقيمه النادي الاهلي، وازاي الناس بتبص في افريقيا للنادي الاهلي. انتوا لعيبه كبيره جدا، عندكم تاريخ، عندكم نادي عظيم، عندكم جماهير عظيمه، لازم تكونوا على قد المسؤوليه، قادرين ان انتوا تاخدوا بطوله افريقيا. انت الحمد لله خدت بطوله الدوري، عندنا بطولتين مهمين، كاس مصر وبطوله افريقيا، مهم جدا ان احنا نلعب عليهم. عندي ثقه كبيره فيكم ان انتوا تحققوا دوت ليكوا ولجمهوركوا، فاعتقد دي من العوامل اللي ساعدتنا شويه. كان عندنا روح حتى عاليه، ناس بتقاتل لحد اخر لحظه، ودي حاجه كويسه جدا. النهارده بشوف حتى التغييرات، اللعيبه بتنزل عاوزه تأدي مردود جيد وتأدي اضافه للفرقه. فاعتقد الحمد لله يعني الاستمراريه مع ان شاء الله مع الدوافع اللي بيعملها مع الدوافع اصلا اللي عندنا ومسؤوليتنا تجاه جمهورنا وتجاه نادينا، اعتقد ان شاء الله الامور. لكن اعتقد ان الاصابات دي اتمنى ان شاء الله يعني هي دي العامل بس الوحيد العائق اللي بنقابله الفتره ديت يعني. يمكن النهارده زي ما انت قلت عندنا اصابات كتيره. النهارده فتحي رغم كده بيأدي اداء مميز جدا في الباك ليفت، هاني ما شاء الله اداء كويس، الايمن وكل الناس، سولية وحمد فتحي عاملين اداء كويس جدا، كهربا، حسين الشحات، قفشه، وليد لما نزل، اليو لما نزل، كل مروان، كل الناس اعتقد قتلت وعملت اداء كويس جدا يعني. لكن ان شاء الله اتمنى الفتره الجايه دي نرجع يعني، نامل يعني ان شاء الله الفتره الجايه ديت يعني ممكن حتى ماتش العوده رامي يرجع لنا، يبقى اضافه قويه لينا، نحافظ على قوام الفرقه لحد ما نوصل ان شاء الله للماتش ان شاء الله، وان شاء الله ربنا يوفقنا فيه. كده الشناوي نقدر نقول يعني الاصابه مش قويه شويه، احنا عرفنا ان هو شد بسيط في العضله الضم، يعني نقدر نقول مش هتاخد فتره طويله كابتن سامي، ولا لسه الامر ده برده هيتم تحديده مع الاشعه يعني. ما احنا اتكلمنا بين الشوطين يعني، هو قال اللي هو يعني حس بيها، فطبعا هو طبعا عنده من الخبرات اللي يعرف قد ايه امتى يقف وامتى يبعد، فاعتقد هو قال اللي حس بيها يعني. اعتقد انما اعتقد يومين ثلاثه ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله ويرجع تاني. انت عارف الشناوي بالنسبه لنا حاجه كبيره، واعتقد ان شاء الله يرجع سالم يعني لينا، وان شاء الله يبقى احسن ان شاء الله من الاول. شكرا شكرا شكرا. كل الشكر وتقدير طبعا للكابتن سامي مصاب مدرب فريق النادي الاهلي. فوز مهم زي ما اكدنا كابتن ايمن، لكن كل الامر اللي كنا بناكد عليه قبل المباراه هي الاصابات، لكن يعني نقدر نقول الحمد لله خدنا تصريح من كابتن سامي وايضا كمان من طبيب النادي الاهلي خالد محمود، هو شد بسيط للشناوي في العضله الضامه. ان شاء الله باذن الله يعني يومين ثلاثه اربعه كده مع الجلسات طبعا ومع الرحله للشناوي ان شاء الله يرجع من جديد، سواء رايح مباراه انبي يكون متواجد في مباراه بيراميدز. لكن بطمن كل جمهور النادي الاهلي الحمد لله الاصابه بسيطه بالنسبه لي للشناوي، ان شاء الله باذن الله ربنا يحافظ على كل لعيبه النادي الاهلي خلال المباراه القادمه. نخش ان شاء الله مباراه الوداد واحنا فول تيم بدون اي اصابات، مباراه مهمه، لكن ان شاء الله باذن الله يكون القادم افضل لفريق النادي الاهلي. عوده ليك يا كابتن ايمن من جديد. شكرا جزيلا للزميل كريم احمد.